من اسبوعين كده جالي تهديد من السعوديه بسبب حلقه اسمها كعبه بابا، فمرات خالي اتصلت بيا وقالت لي ابعد عنهم يا ابني وما سابتنيش الا لما وعدتها ان انا مش هجيب سيرتهم تاني، فقررت اعمل حلقه عن تاريخ الامارات، ومن ساعتها وانا غرقان في الكتب عشان اعرف اطلع لكم حلقه تعجبكم. ولسه يا مؤمن بقول يا هادي، لقيت خبر توجيه 37 تهمه ارهاب للشيخ سلمان العوده لوحده في السعوديه مع جمع من العلماء. فمعلش بقى مرات خالي، هم اللي جم والله، مش انا اللي رحت لهم، وعشان خاطري ما تخليش خالي يزعل مني. يلا بينا. يلا بينا. اللي هتشوفوه دلوقتي ده جزء من خطاب للملك فيصل ابن عبد العزيز ملك السعودية سنة 1972، بيتكلم فيه عن الجهاد وقد ايه الدولة السعودية محبة وداعمة للجهاد والجهاديين. لا اقول هذا لا رياء ولا تزلفا، ولكنني اقوله عن عقيدة ثابتة، لانه اذا لم ندافع بدمائنا وكياننا وكل ما نملك عن قضايانا فلن نكون أصحاب شأن، ولن يقوم لنا قائمة. إذا اقتصرنا فقط على الخطب والتصريحات والوعود والوعيد فهذا ليس شأننا أيها الإخوان ولا شأنكم. كلام جميل مش كده؟ طب تعرفوا بقى مين اللي كان واقف جنب الملك فيصل ده؟ دققوا في وشه شويه بس كده وهتعرفوه. ده الامير سلمان ابن عبد العزيز وقتها، اللي هو دلوقتي الملك سلمان العدو اللدود للاسلاميين اللي هم بقى اسمهم ارهابيين. ايه اللي حصل بقى في ال 45 سنه دول وحول فكر ومنهج الدوله السعوديه من اقصى اليمين لاقصى الشمال؟ وازاي بعد ما كانوا بيدعموا المجاهدين ويدربوهم ويمدوهم بالمال والسلاح اتحولوا بقى يصنفوا العلماء حتى والمفكرين اللي ما حالتهمش غير ألمهم انهم ارهابيين؟ السعوديه اللي احتضنت الاخوان المسلمين في الستينات وعملت لهم كيانات رسميه في الدوله وكفرت عبد الناصر لما اعدم لهم سيد قطب، ازاي النهارده بقت بتحاربهم وتحاكمهم وتحرض عليهم؟ احنا مش هنتكلم عن نشاه الدوله السعوديه واعتمادها بشكل كبير على الاسلاميين في تثبيت ملكها، لان الموضوع ده كبير ومحتاج حلقات كتير. احنا بس هنبدا من بعد اغتيال الملك فيصل سنه 1979 على ايد ابن اخوه فيصل بن مساعد، واستلم الملك خالد الحكم، واكتشفت بعدها التيارات الاسلاميه ان الملك فيصل ده كان حماده، وبقيت ال سعود دول حماده تاني خالص، لا هم حماة الدين ولا رعاة الاسلام زي ما الملك فيصل كان مفهمه. القمع والظلم والاستبداد خلى جماعة يتزعمها واحد اسمه جهيمان العتيبي احتل الكعبة بقوة السلاح وسيطر عليها تماما، وكان الكلام ده في السنة الاولى لحكم الملك خالد، لدرجة ان الملك خالد استعان بقوات اجنبية لتحرير بيت الله الحرام، وكانت مجزرة في صحن الكعبة هزت العالم كله وقتها. وهب في نفس السنة يطلع الاتحاد السوفيتي على افغانستان يحتلها، وكان وقتها رئيس امريكا اسمه جيمي كارتر. قال الملك خالد بقول لك يا خلود، الحرب العالميه الثانيه لسه خلصانه من كام سنه، ولو رحت انا ضربت الاتحاد السوفيتي فممكن دول تانية تزعل عليهم وتبقى شراره الحرب العالميه الثالثه، واحنا بقى مش ناقصين. الملك خالد قال له طب والعمل ايه يا ابو جورج؟ كارتر قال له الحل في الرياض. خالد قال له ازاي؟ قال له الاسلاميين اللي عندكم اللي مشحونين بطاقه الجهاد دول وبداوا يصحصحوا عليكم ويوجعوا لكم دماغكم، ليه ما نقول لهمش ان في دوله اسلاميه بتتضرب من عباد الصليب ويروحوا هم يضربوه؟ يبقى منها مفيش حرب معلنه اهي، ومنها برضه يسيبوك في حالك بدل ما هم شغلين لك دماغك وعاملين لك قلق، ومنها برضو يرجعوا آل سعود هم المدافعين عن حمى الإسلام والمسلمين على وجه البسيطة. الفكرة عجبت الملك خالد. اه والله وليه لا، بس ما تفكرش ان الإسلاميين وقتها كانوا أغبياء ومش فاهمين الليلة دي، وانهم يعني اتضحك عليهم وتم استخدامهم في أفغانستان. لا اتقل بس. وهب يا مؤمن، بدأت الحملة الإعلامية السعودية في التلفزيون والجرايد والجامعات تنادي حي على الجهاد، وأنشأت الدولة السعودية في بداية الثمانينات هيئة ملكية برئاسة الأمير سلمان أمير الرياض وقتها، اللي هو دلوقتي الملك سلمان برضه، لجمع التبرعات للمجاهدين ودعوة الإخوان المسلمين للمشاركة، واستقبال المرشد العام للإخوان المسلمين عمر التلمساني استقبال الوزراء والسفراء، لدرجة ان الدوري السعودي كان بيزود ريال على التذاكر بتاعة المباريات دعما للمجاهدين في أفغانستان. مش كده وبس، الخطوط الجوية السعودية فتحت خطوط مباشرة لأفغانستان واعلنت عن خصومات 75% للمجاهدين المسافرين هناك. انت متخيل؟ الحرب فضلت مستمرة 10 سنوات، وسنة 1989 انسحب الاتحاد السوفيتي وانتصر المجاهدين، وطلعوا ان هم عارفين من البدايه ان امريكا هي اللي ورا الدعم السعودي، وان السلاح اللي كان بيجي لهم سلاح امريكي، وان المعلومات الاستخباراتيه اللي كانت تحت امرهم من المخابرات الامريكيه. في الفتره دي كان مات الملك خالد، واستلم الحكم من بعده الملك فهد بن عبد العزيز. امريكا قالت لفهد يلا يا بطل رجع لنا بقى رجالتك من افغانستان، احنا متشكرين منكم قوي والله مش عارفين نشكركم ازاي. فالملك فهد بقى خلاص يا رجاله الحرب بخ خلصنا نرجع بقى. فطلع السعودي من اصل يمني اسامه بن لادن، والاردني من اصل فلسطيني
فين يا عبد الله عزام؟ وقالوا له هو دخول الحمام زي خروجه ولا ايه؟ دي بلدنا فهودي واحنا اللي حررناها. واه صح. وباشكر لنا السي اي اي على الدعم والسلاح اللي كانت بتقدمه لنا يا معلم. واصبحت افغانستان يا معلم بتاعتهم، وطلع منها نماذج بعد كده انتشرت في العالم كله زي عبد الرحمن الدوسري اللي كانوا بيلقبوه بربروس وكاتبته في يوغوسلافيا، وسامر السويلم اللي كان ملقب بالقائد خطاب هو وكاتبته في الشيشان. فالسعوديه قالت لامريكا بقول لك ايه، دول تعبوني انا صراحه مش قادره معاهم. وبعدها بسنه واحده يا مؤمن، وتحديدا في اغسطس سنه 1990، يقوم صدام ضرب الكويت ويوصل بجيشه لحد الحدود السعوديه. فالملك فهد يستغيث ساعتها بولي الامر في البيت الابيض اللي هو جورج بوش الاب، يبعت له قوات امريكيه للحمايه. تقوم تطلع له اصوات من جوه المملكه تقول له حاسب انت بتعمل ايه يا عم انت؟ لا يجوز استخدام الامريكان لضرب العراقيين. الملك فهد قال لهم الله انتوا لسه موجودين، احنا مش خلصنا منكم في افغانستان، انتوا مين؟ انتوا مين؟ قالوا له انا الشيخ سفر الحوالي وانا الشيخ سلمان العوده ومعانا برضو كام عالم تاني كده. يروح الملك فهد لممهم كلهم ورميهم في المعتقلات، وكان الكلام ده سنه 1994. وبالمناسبه هم الاثنين معتقلين برضو دلوقتي من بن سلمان. المهم ان اعتقال المفكرين والعلماء والدعاة وقتها صدم الشباب المتحمسين وسابهم لوحدهم من غير قياده. بقى علماءنا في السجون والامريكان مبرطعين في بلاد الحرمين، فبدات العمليات النوعيه الانتقاميه. في نوفمبر سنه 1995 انفجرت سياره مفخخه قدام شركه فينيل الامريكيه في الرياض وقتلت 5 امريكان. وفي يونيو سنه 1996 اقتحمت شاحنه وقود كبيره قاعده امريكيه في الخبر، مات فيها 19 امريكي. في الفتره السخنه دي وتحديدا سنه 1995 يتصاب الملك فهد بكام جلطه تغيبه عن الوعي وسكنوا الانعاش، واصبح الملك عبد الله هو اللي بيمشي الليله لحد ما يشوفه فهد ازرو. فقرر عبد الله بما انه لسه وجه جديد انه يكرر تجربه السادات مع الاسلاميين في السبعينات، فخرج الناس دي من السجون ونتصالح بقى وننسى اللي فات وتبقى الدنيا لذيذه وحلوه. بس اسامه بن لادن هناك في افغانستان كان ماشي في سكه تانية خالص، كان وقتها الاتحاد السوفيتي انهار تماما وما بقاش يشكل اي خطر عليهم هناك، فحول الدفه كلها من الاتحاد السوفيتي الى امريكا وكل مصالحها على كوكب الارض. بدات بالتفجيرات للسفارات الامريكيه في نيروبي ودار السلام سنه 1998 اللي اتقتل فيها اكتر من 300 شخص، وبعدها ضرب المدمره الامريكيه يو اس اس كول سنه 2000 في ميناء عدن في اليمن، ودي طار فيها 17 جندي امريكي. وختمت في 2001 بمجموعه طيارات تخش تضرب قلب نيويورك في عهد الرئيس الامريكي جورج بوش الابن، وتبدا امريكا بعد ما تهزقت انها تحشد العالم كله للحرب على مصطلح جديد اسمه الارهاب اللي هو كان من يومين اسمه الجهاد. وبما ان معظم الجهاديين اقصد الارهابيين اللي نفذوا هجمات 11 سبتمبر سعوديين، فالسعوديه اول حاجه عملتها اجري بسرعه يا واد يا حسين ونزل يفط الجهاد والجهاديين وارفع يا واد يفط الارهاب الاسود اللعين. وكانت اوامر امريكا للسعوديه المره دي واضحه وصريحه وما تحتملش اي مناقشه، تغيير المناهج اللي طلعت ناس بالجراه والعقيده دي، محاربه الاسلاميين عموما والجهاديين خصوصا بكل الوسائل المشروعه والغير مشروعه. واحنا هنبقى نغمض عينينا عن بوليكه حقوق الانسان والحريات والكلام الفاضي ده. خد بالك امريكا هي اللي قالت امتى يبقى اسمه جهاد وامتى يبقى اسمه ارهاب، مش السعوديه. السعوديه بقى دخلت في خناقه من تحت الترابيزه كده مع الاسلاميين عشان ما يحصلش صدام ينتج عنه عمليات نوعيه وعنف من تاني. فضلت الخناقه اللطيفه دي شغاله لحد 2010 لما شرفت ثورات الربيع العربي، وهنا ابتدى الملك عبد الله يحس بالخطر مش على شعبه لا على عرشه، والحرب المايعه دي ما بقتش تنفع، دي بقت صريحه وخرجت للعلن. واول حاجه عملها صنف جماعه الاخوان كيان ارهابي، والراجل احكم سيطرته تماما على المؤسسات الدينيه بتصدير الجاميه للناس بدل العلماء والدعاة المعتبرين. يموت الملك عبد الله في 2015 ويجي الملك سلمان يلاقي هيئه كبار العلماء مستويه ومطبوخه وجاهزه على الاكل، ويادوب بس الراجل ضرب اليمن راحت الهيئه فورا اصدرت فتوى ان عاصفه الحزم في اليمن هي فقط الجهاد في سبيل الله، وان ليبيا والعراق وسوريا ما هي الا مواطن اضطرابات وفتن ملناش دعوه بيها. جه ترامب وكنس خزنه المملكه، فطلع السديس امام الكاميرات يقول ان سلمان وترامب يقودان العالم للسلام، حرم متعب وبالنايف من حقهم وعين ابنه ولي العهد وقال لهم هتبيعوا، قالوا له هنبايع. فابنه فتح بلاد الحرمين للحفلات الغنائيه ودور السينما، وعطل هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وقال لهم يجوز، قالوا له يجوز. في بقى صف للعلماء كده شايفين المهازل اللي بتحصل دي وعارفين ان هم لو اتكلموا فمصيرهم السجن، فساكتين يسيبهم في حالهم ابدا. بدا بن سلمان يخطفهم واحد ورا التاني كده لانهم من الاخر كده ارتكبوا جريمه لا تغتفر، بكل بساطه ما طبلوش، ما باعوش دينهم بدنياهم وقالوا عاش ابن الملك. اصل هو عارف في قراره نفسه ان اللي بيأيدوه دول ما لهمش قيمه، هو اللي عاملهم بايده وملبسهم المناصب اللي اكبر منهم دي وهو عارف حجمهم كويس، وبالتالي فالتانيين دول غايزينه لانه شايف نفسه قليل قدام هيبه علمهم وشعبيتهم في العالم الاسلامي، فكان اسهل مصير ليهم تهمه الارهاب، تهمه فضفاضه واسعه ويتفسر عليها اي حكايه. بس اللي لفت نظري في التهم ال 37 تحديدا اللي متوجهين للشيخ سلمان العوده، تهمتين ترتيبهم يا مؤمن جاي ورا بعض، تحريف مفهوم الدين والافساد في الارض. تقريبا اللي بيطبخ لهم التهم كان
قاعد مشغل صورة غافر وهو بيكتب، ونقل منها التهمتين دول على لسان فرعون لما قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ودي الحقيقة أنا بعتبرها شخصيا بشرة خير وتذكير بمصير فرعون ونجاة الصالحين، وبعمل الحلقة دي وكل يقين بالله إني هرجع تاني أزور بيت الله الحرام اللي اتحرمت منه في عهدكم، وأتعشى بعدها في بيت الشيخ سلمان العودة، وأخد نسخة من كتاب الشيخ سفر الحوالي عليها توقيعه وأمشي بيها في قلب مكة، وهيحصل إن شاء الله. فانتظروا، إنا معكم منتظرون. ولو شايفين إن دي أوهام وخبل تدعو للضحك والسخرية، فإن تسخروا منا فإنا والله نسخر منكم كما تسخرون. سلام عليكم. وعسكرون نيمون اليوم بحالوا سهرون الليل بطول قلبوا حال الدنيا يابا واللي معدول يقلبون عسكر التبس كليت مسخرون ومسخرون عسكرين مسكنون وعسكرون وعسكرون نيمون اليوم بحالوا سهرون الليل بطول قلبوا حال الدنيا يابا واللي معدول يقلبون عسكر التبس كليت مسخرون ومسخرون.